هذا الفيديو سوف نقدم لكم آخر أخبار بوليود. بعدما انتشرت مؤخرا العديد من الإشاعات والأخبار حول علاقة سرية تجمع بين النجم الهندي ريتي كروشان والمغنية الهندية صبا أزاد، وذلك بعدما تم رصدهما مرات عديدة وهما معا، حيث كان يخرجان من المطعم بعد تناولهما وجبة العشاء. وللإشارة فإن ريتي كروشان كان متزوجا من حبيبته سوزان خان، إلا أنهما قد انفصلا عام 2014 علما أن عندهما طفلين. وقد تصدر ريتي كروشان في الأيام القليلة الماضية ترند وسط كل هذه الشائعات، وفي يوم 20 من شهر فبراير 2022 شوهد كل منهما مرة أخرى وهما وفقة عائلة ريتي كروشان، بما في ذلك والدته وعمه الذي شارك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت صابا ترتدي قميصا أبيض بلا أكمام مقترنا بجزء سفلي أخضر، وعلى الجانب الآخر بدا ريتيك وسيما في قميص وسروال أبيض. وقد علق عمه رجيش على الصورة وكتب على النحو التالي: السعادة موجودة دائما، خاصة يوم الأحد وتحديدا في وقت الغذاء. وبهذا الأمر لم يعد إشاعة، وتم تأكيد الخبر أن هناك علاقة حب تجمع ريتي كروشان وصابا. والجدير بالذكر أن صابا قد وصفها الكثير من الناس بالمحظوظة بعد فوزها بقلب ريتيك، حيث يشترك كلاهما رابطة جميلة مع بعضهما البعض، ويقال عليها أنها مغنية وممثلة موهوبة، وكلاهما يتعامل بشكل جيد للغاية مع الناس، ولديها شخصية عظيمة وذكية وشبيهة بالطفولة، وكلاهما لديه ميل فلسفي للعقل ونهج اتجاه الحياة، وربما هذا هو ما يربطهم. ومن جهة أخرى، الممثلة الهندية الشابة ديشا باتاني تلهب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو مؤخرا وهي تقوم برياضة حمل الأثقال. والجدير بالذكر أن ديشا تعتبر ممثلة مجتهدة أثبتت نفسها بالفعل في أفلام أكشن عديدة مثل باغي الجزء الثاني ومالانك وأفلام أخرى، وتعتبر واحدة من أكثر الممثلات موهبة في عالم السينما الهندية، خاصة أنها جزء من صناعة الترفيه لمدة 6 سنوات إلى حد الآن، كما أن لياقتها البدنية تنعكس إيجابيا على مظهرها الخارجي، الشيء الذي يجعلها مميزة بعض الشيء عن قريناتها في الصناعة الهندية. وقد ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، حيث شوهدت وهي تقوم بخمس عمليات تكرار لسحب الرف الذي كان مدعوما بوزن 80 كيلو. وقد بدت ديشا جد مرتاحة تماما رغم رفعها مثل هذا الوزن الهائل. وكان أول المعلقين على الفيديو صديقها تايجر شروف، بعدما كتب على منشورها: امرأة رائعة. وليس هذا فقط، بل حتى والدته أيشا شروف وشقيقته كريشنا شروف، وعلق بي بيست وأنتي نار.